بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهاردة هنكمل باقي يونت 2. كان عندنا يونت 2 بعنوان How are you feeling؟ How are you feeling؟ هنكمل lesson 4, 5, 6 and 7. Lesson 3, Lesson 4 هنتكلم فيه عن بعض الـ members of your body. Where can theirs match the parts of the body to their functions؟ طبعا هنوفق بين الـ member العضو الـ parts of the body to their functions، الوظيفة بتاعتها. لو جينا number one، brain. brain اللي هو المخ، بيعمل ايه brain؟ طبعا دي it tells the parts of our body what to do. it tells the parts of our body what to do. تمام. number two، heart. heart القلب، يبقى C، it pumps blood around the body، هو اللي بيضخ الايه الدم في جميع انحاء الايه الجسم او في حوالين الجسم. heart it pumps blood around the body. lungs اللي هم الرئتين، they take in air اللي هو عن طريق الشهيق، take in air and help us to breathe، بيساعدنا ان احنا نتنفس. طبعا breathe عندي اللي هي الايه في الاخر هنا، ده فيرب معناه يتنفس. لو انا اشتلت الايه من الاخر بقى ايه ناون معناه نفس. طبعا لو احنا اتكلمنا بسرعه عن اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت، تمام، مع مستر سيد، اتكلمنا عن بعض الوظائف that works at night at in the evening at night. اوكي، يعني بعض الوظائف اللي بتشتغل بالليل مثلا، مش محدده بوقت، تمام، ممكن يشتغل بالليل زي كول سنتر وركر اللي هو عامل الاتصالات، تمام، كمبيوتر انجينير اللي هو المهندس الكمبيوتر، نيرس الممرضه، بوليس اوفيسرز اللي هم رجال الشرطه، شوب وركر عامل في محل زي اللي مع المحل بتاع الايه الجانك فودز والحاجات دي، تمام، ستريت فود سيلر، تمام، بياع اطعمه في الشوارع زي اللي احنا شايفينه ده، دكتور. طبعا ايه مور جوبز وي هاف دكتور وركس ات نايت، بيكر، خباز، باراميديك المسعف بيشتغل في اسعاف، طبعا مش محدد بوقت، ممكن يشتغل بالليل برضه، والتاكسي درايفر، تاكسي درايفر وركس ات نايت. كده احنا افتكرنا كده الوظائف، مجموعه الوظائف اللي احنا اخدناها ايه المره اللي فاتت كنوع من ايه من ورم ايه من ورم اب للايه للذاكره بتاعتنا، تمام. read the article which parts of the body did ancient Egyptians doctors understand some things about. طبعا زي ما احنا عارفين ال ancient Egyptians المصريين القدماء كانوا سباقين في كثير من الايه من المجالات، يعني in different fields such as medicine، الطب، تمام. نيجي للقطعه بتاعتنا ancient Egyptian doctors. ancient Egyptians doctors we know how ancient Egyptian doctors helped their patients. طبعا احنا عارفين ازاي المصريين القدماء ساعدوا المرضى ايه المرضى بتوعهم، تمام. they wrote down their ideas، كانوا بيكتبوا ايه الافكار بتاعتهم، wrote down their ideas thousands of years ago، من ايه من الاف السنين. المصريين بيكتبوا على المعابد بتاعتهم اللي هما بيعملوه او الانشطه بتاعتهم،
ده بري. لو جينا للجسم ده بري. Ancient Egyptians doctors understood that heart pumps blood around the body. يعني المصريين القدماء كانوا عارفين ان الايه ان القلب هو اللي بيضخ الدم في جميع انحاء الايه الجسم في جميع انحاء الجسم. Ancient Egyptians doctors understood that the heart pumps blood around the body. However, مع ذلك, they used to think that the heart also pumped air to our lungs. وكان برضو اعتقدهم ان القلب هو اللي بيضخ الهواء للايه للرئتين ايضا. They were also the first people to understand some of the things that brain does. وكانوا برضو اوائل الناس اللي يفهموا وظيفة الايه المخ او الاشياء او الوظائف اللي بيقوم بها ايه المخ. But they didn't know how important it was. بس ما كانواش عارفين قد ايه المخ ايه very important. Ways to help. ايه الطرق اللي استخدمها المصريين القدماء في المساعدة. Doctors used to use طبعا هنا جماعة used to يعني كان متعود على حاجة في الماضي وما عادش بيعملها في الوقت الايه في الوقت الحاضر. تمام. وطبعا عارفين زي ما احنا عارفين هنا وشايفين ان used to جاي بعدها infinitive الفعل في الايه في المصدر. بس نخلي بالنا used to لو جاء قبلها am is are او get او become يبقى على طول بعدها ايه verb ing. بس لو موجود قدامنا دلوقتي جايب قبلها الفعل بس الفعل فقط اللي هو ايه doctors. So we put infinitive. We put ايه infinitive بيجي بعدها المصدر. تمام. يبقى هنا المصريين القدماء كان عندهم طرق في المساعدة. هنعرف طرق المساعدة دي ايه. Doctors used to use plants to help. كانوا متعودين ايه اللي يعني يستخدموا النباتات في المساعدة. يعني النباتات يصنعوا منها ادوية يستخدموها في الايه في المساعدة. Also to help people with burns. النباتات دي استخدموها عشان تساعد الناس اللي عندهم حروق. And to stop infections وتمنع او توقف الايه العدوى infections اللي هي العدوى. We still use some of these plants today. يعني احنا مازلنا لغايه اليومين دول بنستخدم النباتات دي. يعني لو جبنا نارها من الحروق ممكن نلاقي فيه مستخدم نباتات من النباتات اللي كان المصريين القدماء بيستخدموها ايه استخدموها زمان. يبقى هنا عندنا we still use some of these plants today. They also knew how to mend broken bones. Mend يصلح. Mend يصلح. عندنا في repair fix دي ايه الاشياء برضو معناها ايه يصلح. Mend broken bones ازاي يصلحوا الايه العظام المكسورة. Broken bones and sew cuts يخيط. سو هنا معناه ايه يخيط الكاتس الايه الجروح. But they didn't use to know didn't use to. يبقى احنا عندنا هنا used to كان متعود على شيء في الماضي وما عادش بيعمله في الوقت الايه الحاضر وبيجي بعده الفعل في المصدر infinitive. لو حبيت انفي used to زيها زي اي فعل في الماضي بنفيه ب didn't بنفيه بايه ب didn't زي اي فعل في الماضي بيتنهى ب didn't يبقى didn't use to didn't use to. يبقى they didn't use to know everything. ما كانواش متعودين يعرفوا كل حاجه بقى. For example they used to make medicine from animal eyes. كانوا بيصنعوا ايه كانوا متعودين يصنعوا ادويه من عيون الحيوانات. They used to drink think. يبقى انا عندنا used to make حط لي خط تحت make underline make. تمام. Used to think underline think وفوق برضو used to use underline use لان كل الافعال دي كلها ايه infinitive.
used to think that an animal's eye helped people who could not see. Animals' eyes helped people who couldn't see. Okay. يبقى هنا عندنا اتكلمنا عن المصريين القدماء الانشنت ايجيبشنز دكتورز انشنت ايجيبشنز دكتورز. في الليسون ده عرفنا برين اللي هو الايه المخ هارت القلب واللانجز الرئتين وعرفنا الفانكشن بتاعهم برين تيلز ذا بارتس اوف اور بودي وات تو دو بيخبر اجزاء الجسم يعملوا ايه بيتحكم في الجسم طبعا البرين الهارت ات بامبس بلاد اراوند ذا بودي واللانجز they take in air and help us to a to be. لو جينا هنا للجزء بتاع listening, listen to the people having a class discussion. People having a class discussion. يعني عندهم كده ايه class discussion مناقشة كده ايه في الفصل. Tick the correct topic. هنشوف التوبيك اللي هم بيتكلموا عنها. طبعا هنا عندنا mean expressions with words from a from the box. دي بعض expressions اللي عندنا في الدايلوج اللي عندنا mean يعني شور متأكد understand يفهم what و words. Listen to the conversation again, complete the expressions with the words from the box. هنستخدم الكلمات دي ان احنا نكمل بيها ايه الديالوج اللي قدامنا. طبعا عندنا منى what is a hero؟ يعني ايه كلمة hero؟ hero اللي هو بطل. hero hero اللي هو بطل. What is hero؟ طبعا هنا بيسألنا مين هو البطل. تمام. هدى I think a hero is someone who is very brave. طبعا تعرفها اللي كلمة hero اللي هو I think a hero is someone who is a very brave. What do you mean? What do you mean؟ يعني ما ايه معنى كلامك؟ I mean طبعا اختار من فوق I mean a hero isn't scared of anything. يعني الهيرو ما بيخافش من اي حاجة. scared of خائف من. scared of خائف ايه من. I think a hero is someone who is scared but still tries his or her best. من تفسيرها ان الهيرو منى ان الهيرو برضو بيخاف زي الانسان العادي scared but still tries his or her best. بس بيحاول يفعل ما بيوسعه عشان يتمسك وايه ويفضل ايه ماسك نفسه وما يحسش اللي قدامه اللي هو خايف منه. I am not that's what you mean. I am not understand what you mean. انا مش فاهم انت ايه بتقصد ايه. I am not understand what you mean. In other words يعني بمعنى اخر they often do difficult or dangerous things. It's also about putting other people first. Sorry, I don't understand. فهمت ايه معنى كلامك؟ I mean a hero helps other people. انا معنى كلامي ان الهيرو بيساعد الناس. Yes, I agree. هنا بيسألك سؤال بيقولك ask and answer the questions blue and bears which of the expressions in red in exercise 2 do you use if you don't understand. يعني ايه الاكسبريشن من الاكسبريشنز اللي انت ايه شفتها دي زي مثلا I am not sure مثلا يعني I am not sure what you mean. I am not sure. تمام. Sorry I don't understand.
يعني اي اكسبريشن من دولت انت بتستخدمه لما تكون عايز توضح للي قدامك انت مش ايه مش فاهم، تمام؟ يبقى عندك ممكن تستخدم I am not sure او I am ايه I don't understand. But which of the expressions do you use to explain what you mean؟ تمام؟ يعني عاوز تفسر اللي بتعنيه. I mean كذا. I mean a hero isn't scared of any thing. او in other words بمعنى اخر، يعني كده بنعبر عن ايه المعنى. Read the article. Who is the writer's hero؟ مين البطل بتاع الكاتب اللي قدامنا؟ تمام؟ عندنا طبعا read the article. Article اللي هو مقالة. Who is the writer's hero and why؟ My heroic mother. Today my mother is an important nurse. Sure, the doctors and the nurses are heroes. Today they have a great role in our society, in our country, all over the world. يعني زي ما تقول قول يعني دورهم عظيم في المجتمع وفي العالم كله ان شاء الله، ويعني يكونوا يدعون لنا ان احنا ايه نتخلص من ايه من الفيروس اللي عندنا. This is Karima Muhammad, but I know that her life used to be difficult. Used to. Underline B. يبقى هنا B المصدر من M as well. Be difficult. She studied to be a nurse. اتعلمت تبقى ايه؟ Nurse at the Faculty of Nursing. في كلية التمريض. Faculty. Faculty اللي هي ايه كلية. As a part of the university. جزء من الايه؟ من الجامعة طبعا. In عين شمس University. And used to work, underline work, as a nurse. كانت تعود تشتغل كايه؟ كنيرس. تو ايضا. خلي بالنا يا جماعة. تو معناها ايضا. وتو بتيجي في الايه؟ في الجملة المثبتة. يعني مثلا ايه؟ اقول لك واحد يقول لي I like fish. اقول له I like fish too. تمام؟ واحد يقول له I don't like fish. اقول له I don't like fish either. Either or either. تمام؟ في الجملة المنفية معناها ايضا، بس مع الجملة ايه؟ المنفية او في اخر الجملة المنفية. Sometimes at night. طبعا نعمل سيركل حوالين at عشان نعرف night تاخد at. To learn all she could. She then got a job at a big hospital in Cairo. Got a job. حصل على وظيفة فين؟ في مستشفى كبيرة في القاهرة. She continued to work hard but didn't stop her studies. كانت تشتغل بجد بس متوقفتش عن الايه؟ الدراسة. And soon she became one of the most important nurses in Cairo. وبقت من أهم الممرضات في القاهرة. Now she works in a big hospital in Cairo. In 2020 many people became ill. She worked every day. She worked every day. كل يوم for many weeks. لأسابيع متعددة أو كثيرة. People it was difficult but heroic work. طبعا ده صعب بالنسبة لها بس ده عمل ايه بطولي. Heroic work. Because most of them got better. She is also a nursing manager. مديرة التمريض. And she helps to teach younger nurses. I think she is a hero because she studied and worked very hard to get an important job. And now she helps people every day. She always tells me that education is very important and that if I work hard, I can do anything. طبعا دايما بتقول لي لو انا اشتغلت بجد. If I work hard, I can do anything. ممكن اعمل اي حاجة لو انا اشتغلت ايه؟ بجد. طبعا لو شفنا هنا الجزء بتاع remember. It's easy to confuse some words. For example two اللي هي O واحدة و two double A double O. طبعا pronunciation نفس النطق يا جماعة بس ليه طبعا الكتابة مختلفة والمعنى ايه مختلف. زي no و no. No يعرف و no لا لا. There و there اللي هي صفة الملكية. تمام؟ وعندي there اللي هناك. وإتس and then وذن.
Do you know the difference between these words? Use your dictionary to check. يعني دور في القاموس بتاعك بس طبعا يعني احنا ايه قلنا معانيهم او معاني معظمهم يعني. Read the article again and answer the questions. What is the paragraph number? تمام. Why the writer thinks she is a hero? ليه الكاتب بيعتقد ان هي بطل؟ طبعا ده في الباراجراف نمبر 3. I think she is a hero because she studied and worked very hard to get an important job. Number B. What the hero does now? يعني الهيرو بيعمل ايه دلوقتي؟ تبقى ايه؟ Number 2. Now she works in a big hospital in Cairo and so on. What the hero was like when she was younger? Number 1. Today my mother is an important nurse, Mrs. Karima Muhammad, but I know that blah 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 and so on. Which sentence in each paragraph tells us the main idea? ايه الجملة اللي في كل paragraph بيدينا المين ايديا؟ يبقى احنا هنا هنعمل ايه؟ يعني summarize لكل paragraph. هنبص على الجملة اللي بتدينا المين ايديا في الايه؟ في البراجراف. تمام؟ يعني مثلا البراجراف نمبر 1 my mother is an important nurse. The main idea. تمام؟ البراجراف نمبر 2 she works in a big hospital. Paragraph number 3 she is a hero. تمام؟ worked hard. دي ايه المين ايدياز؟ طبعا المين ايدياز في البراجراف تبقى طبعا الجمله the first sentence. Okay. So you can write 3 paragraphs about your hero. طبعا you can use any job you think it's a hero او ايه صاحبها بيكون بطل دكتور تيتشر اند سو. طبعا هنكتب some information about his or her life بعض المعلومات عن حياه البطل ده. تمام. وازاي هو طبعا نعتبره هيرو زي لو اتكلمنا عن الدكتور. تمام. هنتكلم في نفس الافكار اللي احنا اتكلمنا فيها عن النيرس فوق قدام. طبعا يبقى هنا اتكلمنا هنا في الجزئيه اللي احنا قريناها اتكلمنا عن قاعده ايه يوزد تو. يوزد تو كان متعود على شيء في الماضي وما عادش بيعمله في الوقت الايه الحاضر. لما اقول هنا I used to play basketball but now او but I don't now. في ناس بتغلط في الجزئيه دي يا جماعه. هنا I used to play basketball يعني انا كنت متعود زمان العب basketball. تمام. but now يعني دلوقتي بقى يبقى انا هستخدم present present simple but now I don't او but I don't now. طيب I used to play basketball but I don't now. I did لما اجي انفي بقى انا نفيت. انا ما كنتش متعود ان انا ايه اصحى بدري مثلا. تمام. when I was young. لما انفي used to انفيها didn't use to. ونخلي بالنا ان used to او didn't use to اللي يجي بعدها الفعل ايه infinitive في المصدر. تمام. وطبعا احنا اخذنا برضو غير used to في المره اللي فاتت طبعا البريزنت سمبل وده الجزء بتاع ليسون 7 بيراجع على الايه على اليونت كله. تمام. اخذنا البريزنت كونتينوس وقلنا البريزنت كونتينوس بيعبر عن حدث بيحدث الان لما اقول اي ام سيتنج ان ماي انجلش كلاس ناو دلوقتي. تمام. او بيعبر عن ماي سيستر از ليرنينج تو دانس. تمام. يعني حدث مستمر وما لسه ما خلص يعني مستمر ولسه ايه ما خلص لغايه دلوقتي. او حدث وقتي. حدث وقتي زي ايه مثلا؟ لما اقول لك مو صلاح محمد صلاح is playing for Liverpool this season. محمد صلاح بيلعب في ليفربول الموسم ده. يا ترى هيلعب الموسم الجاي ولا مش هيلعب؟ الله اعلم. تمام. يبقى ده حدث وقتي. يبقى لما اتكلم عن حدث وقتي استخدم المضارع المستمر. انما لما اتكلم عن حدث دائم تمام زي ما اقول my aunt lives in Cairo ده حدث دائم هستخدم البريزنت simple. عندي طبعا العلامات بتاعت الزمن ده now at the moment look listen today right now tonight tomorrow. يبقى عندنا الثلاثه تو today tonight tomorrow برضه من علامات المضارع اللي هي مستمر او البريزنت كونتينوس. تمام. واتكلمنا برضه عن الادفيربس اوف مانر. الادفيربس اوف مانر اللي احنا مسمينها طبعا الظرف
الظرف طبعا يا جماعه بيصف الاسم، الظرف بيصف قصدي الفعل، طبعا الصفه الادجكتيف بتصف الاسم، والظرف الادفيرب بيصف الايه؟ مثلا عندي ازاي احول الصفه لظرف؟ احول الصفه لظرف باضافه ايه؟ الواي، يعني كويك كويكلي، ايزي ايزلي، لاود لاودلي، ليزي ليزلي، احول الواي لاي واحط ال ايه؟ واي. في بعض الريجولر ادفيربس زي جو ويل، هارد هارد، فاست فاست، ايرلي ايه؟ ايرلي، بيفضلوا زي ما هم، هارد هارد، فاست فاست، ايرلي ايرلي، كصفه وكظرف ما بتغيرش، تمام؟ جود تتحول لايه؟ لويل. طبعا زي ما قلت شويه ان الصفه بتصف الاسم ديسكرايب ذا ناون وبتيجي قبلها، يعني مثلا لما اقول they are quiet people، هنا quiet صفة والموصوف عنده بيبول، يبقى هنا الصفة كوايت جت قبل ايه؟ بيبول. طيب لما اقول مثلا عايز اصف بقى ان هم بيتكلموا بايه؟ بهدوء، يبقى they speak quietly، they speak quietly، يبقى هنا الظرف الادفيرب جه بعد الفعل، اتى بعد الفعل وبيصف الايه؟ الفعل، بيجي بعده، بيجي بعد الفعل وبيصف الايه؟ الفعل. I'll speak quietly. طيب تاني صفة تاني adjective. He is a quick driver. Quick driver. سواق سريع بيسوق بسرعة يعني. تمام يبقى quick صفة adjective وصفت ايه؟ الناون driver. وجت قبل ايه؟ driver. طب لو حولناها لظرف quickly يبقى he drives quickly. He drives ايه؟ quickly. ولما اجي اسأل عن الظرف الادفيرب بنسأل بايه؟ we ask with how. يبقى how does he drive a car؟ how does he drive a car؟ يبقى هنا تاني الاسم بنصفه بالadjective، adjective بتصف الاسم، describe the noun، adjective describes the noun، adjective describes the noun and comes before the noun وبتيجي قبل الاسم. اه عندي quiet اهي دي صفه جت قبل الاسم noun people، انما الظرف adverb describes the verb بيصف الفعل او بالطريقه اللي تم بيها الايه؟ الفعل. تمام يبقى quietly يبقى speak quietly، speak ايه؟ quietly. تمام وطبعا لما احب اسال عن الظرف هسال بايه؟ ب how. تمام طبعا يبقى احنا هنا النهارده اتكلمنا عن قاعده جديده. طبعا يبقى احنا عندنا هنا 3 grammar rules in this unit، عندنا ثلاث قواعد جراماتيكال رولز في اليونت ده. بدأناها مع مستر سيد المرة اللي فاتت بالبريزنت كونتينيوس، تمام، وقلنا بنستخدم بريزنت كونتينيوس امتى، تمام، وأخدنا الأدفيربس وعرفنا الديفرنس بين ذا أدفيرب أند أدجكتيف، واتكلمنا برضو النهاردة عن يوزد تو، كان متعود على شيء في الماضي تمام وما عادش بيعملها في الوقت الحاضر، يعني no longer do it at present. تمام وتعرفنا عن الاجزاء الجسم members some members of the body like or organs of the body like brain and heart lungs and so on. Okay when we speak about understanding and the meaning، طبعا انا مش عارف يعني عاوز افهم، I am not a I am not sure مش متاكد، تمام، او ايه sorry I don't understand. طيب لو احب اعبر عن المعنى I mean، تمام، او what do you mean، اوكي، او I think اعتقد، نعبر عن المعنى ايه بتاعنا. At last we spoke about the hero، تمام، وكان الهيرو بتاعنا النهارده nurse، ويا ريت نعمل طبعا باراجراف عن الدكتور as a great hero in our society today nowadays. Okay, start a new paragraph. طبعا for each main idea the first sentence of the paragraph is a topic sentence that introduces the main idea. زي ما قلت لكم وشفنا الثلاث باراجرافات اللي قدامنا، قلت لكم طلعوا المين ايديا. طبعا لازم يعني غالبا المين ايديا بتبقى الفيرست سنتنس في الباراجراف، اول جمله في الباراجراف بتدينا الايه؟ الفكره العامه او الجنرال ايديا تو سمرايز ذا باراجراف. اتمنى ان انا اكون وفيت 3 ليسونز، لاست 3 ليسونز ان يونت 2،
I hope you are very happy and have a nice day. Thank you.